افتتح رئيس ائتلاف دعم مصر المهندس محمد السويدي المقر الرئيس للائتلاف بمنطقة التجمع الخامس بالقاهرة. نتابع. المسؤولية اللي كلنا تحملناها مسؤولية صعبة، ونقرر تاني مسؤولية صعبة ونتحملها على عاتقنا بسرعة شهور طبعا. احنا ندعي والدة أو زملائنا الاثنين سيادة اللواء جمال عبد العال، ربنا يحفظها إن شاء الله، ونتفرج أيضا إذن كان هذا هو نهاية المؤتمر الصحفي للمهندس محمد السويدي في هذا الافتتاح.